السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا فيديو جديد وفي وصفة جديدة. واليوم ان شاء الله نشارك معكم مسمن طيب في الفران، كيجي رائع جدا وسريع التحضير، نتمنى يعجبكم. غادي نديروه بالعجينة ديال الفطير المشلتت اللي كان سبق لي حطيت ليكم وكان عجبكم بزاف. المهم بالنسبة للمقادير، غادي نديرو الملحة و شويه ديال السكر سنيده. درت غير شويه ديال السكر في الكسعه اللي انا عجن فيها، زدت مع شويه ديال الماء سخون، ودرت نص كيلو ديال الفورس رطب. بالنسبه اللي كيسولوني على شنو هو الفورس، الفورس هو الفرينه او الدقيق الابيض الناعم اللي كيكون رطب. درت هنايا نص كيلو، غادي نجمعوه هكا بالماء دافي، ما يكونش الماء سخون بزاف. الا كان سخون بزاف غادي تقطع لكم العجينه. كندلكو العجينه مزيان غير هكا ناشفه بلا ما نبداو كنرشوا الماء. غادي نجمعوا العجينه صافي في القوام اللي حنا بغينا، ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش عاوتاني جاريه صافي. وغادي ندلكوها مزيان مزيان، ومن بعد عاد غادي نزيدوا ليها الملحه، وغادي ندلكوها غير في هذيك الملحه كيف ما غتشوفوا معايا هنا في الفيديو. كنزيد واحد رشيشه صغيره ديال الماء فوق هذيك الملحه غير باش كندوبوها، وكنستمروا كندلكوا العجينه غير في ديك الملحه. ما ديروش الملحه من الاول لانها ما غاديش تخلي لكم العجينه تجي مطاطيه ومدلوكه مزيان. الا درتوها من الاول ما غاديش تعطيكم نتيجه زوينه، ديما خليو الملحه حتى الاخير صافي. غنستمر بحال هكا ندلكها غير بيدي. كانت عندكم العجانه غديروها في العجانه، انا كنفضل ندلكها هكا بيدي. كنستمر هكا كندلكها واحد 10 دقائق حتى لربع ساعه قداش ما قدرتوا تدلكوها. دلكوا هاد العجينه وغادي نديروها في واحد البلاستيك من بعد طبيعه الحال بعد ما كنسالي وكندلكوها مزيان. كنرشوا واحد البلاستيك بالماء اللي كيكون سخون بحال هكا، بلاستيك عادي كنرشوه بالماء سخون، وكنديروا فيها ديك العجينه ونخليوها ساعه او ساعه ونص قداش ما ارتاحت راه مزيان. هنا من بعد ما ارتاح عندي العجين تقريبا خليته واحد ربع ساعه. غادي نشوفوا كيفاش رجع. شوفوا ما شاء الله كيفاش كترجع العجينه مدلوكه. كدير هاد الفقاعات كيف كتشوفوا. صافي غادي نشكل منها واحد الكريات يكونوا تقريبا بنفس الحجم، غادي نحطهم هنايا. انا رجعتهم من هنايا لان ما كفانيش التبصيل، ونرشوهم مزيان مزيان بالزيت ونغطيوهم. خديت هنايا مقلاره درتها كتسخن، غادي ندير فيها واحد طريف صغير ديال الزبده. تقدروا تشحروا في الزيت الا بغيتوا، انا غادي نشحر غير في الزبده هكا. وغادي نزيد واحد الربع ديال الكفته، بالنسبه للتوابل غادي ندير غير شويه ديال الملحه، كذلك شويه ديال الكمون والابزار اللي هو الفلفل الاسود. هادو هما التوابل اللي غادي ندير في الكفته. بغيتو ديرو تحميره او سكينجبير ولا الخرقوم تقدروا ديروه. غادي نكتفي غير بهاد التوابل وغادي نبدا كنحرك بحال هكا. المهم الكفته تشحروها وتجيكم ناشفه ومفرته، ما تبقاش مجموعه بحال هكا حتى ترجع لنا على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا.
بالنسبه للحشوه ديال هذا المسمن فغادي نحتاجو بالنسبه للخضر، انا هنايا قطعتهم من قبل باش بقى ليا الوقت. عندي هنايا الفلفله مقطعه رقيقه، فلفله حمراء، الفلفله خضراء، شويه ديال الزيتون الخضر مقطع، الا كان زيتون كحل من الاحسن ديرو الكحل كيجي زوين وكيعطي منظر. هنا شويه ديال البصله حمراء، وهنا شويه ديال البورو، هذيك البصله الخضاريه او هذيك البصله الخضراء، وهنا شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق. هذه ديك الكفته اللي شحرت. عندي هنايا شويه ديال صلصه الطماطم. بالنسبه للتوابل شويه ديال التحميره اللي هي البابريكا، كمون، الفلفل الاسود، الملحه، وهنا شويه ديال الحار. غادي نحتاجو البيض، وغادي نحتاجو الزبده. الزبده بطبيعه الحال ماشي مذوبه كاع، غير دفيتها واحد شويه. صافي، هذو من المكونات اللي غادي نحتاجو. ندوزو على بركه الله دابا طريقه التحضير. غادي نخلي هاد المكونات على جنب. العجينه هنا بعد ما ارتاحت غادي نبدا دابا كنطلق هاد الكرات. نرشو شويه ديال الزيت، كنبداو من هذيك الكره الاولى اللي صوبنا، هي اللي كنطلق في الاول. العجينه ضروري تخليوها ترتاح مزيان مزيان باش ملي تكونوا كتطلقوها ما تقطعش ليكم. دائما باستعانه بالزيت غادي نطلق هاد العجينه حتى ترجع رقيقه. بالنسبه للاخوات اللي يبغيو يعرفوا واش ممكن ديروا الفورس والفينو، يعني يكونوا مخلطين، طبيعه الحال ممكن، غير هو كثروا دقيق الفورس اللي هو دقيق الابيض كثروه على الفينو باش يعطيكم نتيجه زوينه. صافي، كنبداو كنجرب العجينه بحال هكا. حاولوا تجبدوا العجينه مزيان تكون رقيقه، قداش ما كانت رقيقه قداش ما غادي تعطيكم هذاك التوريق ملي طيب. صافي، نطبقوا على هذا الشكل هذا كيما شفتوا. حاولوا تجبدوا العجينه مزيان قداش ما قدرتوا. معليش واخا تقطع لكم شي شويه من الطرف ماشي مشكل، باقا من هذه الجهه. صافي، بحال هكا كيف شفتوا راني رققتها مزيان. غادي ندهنها دابا بشويه ديال الزبده. كيف ما شفتوا الزبده ما تكونش مذوبه، تكون بحال هكا على شكل كريمي. وغادي ندهن مزيان مزيان. بالنسبه للزبده انا راني ما استعملتش مارغارين، استعملت الزبده ديال الاكل او هذيك سبيسيال اللي كتباع بالعبار، هذيك هي اللي كتجي زوينه في هذه الوصفه هذه، ما تستعملوش المارغارين. صافي، بعد ما طلقتها غادي نطوي هذا الطرف على هذا الشكل. الطرف كذلك. خذوا شويه ديال الكفته وغادي نديروها هنا. حاولت فرتوها الا لقيتو شي طريقه باقيين صحاح،
فردتهم صافي. وغادي ناخذ طبيل بحال هكا، غندير شويه ديال الفلفل الاحمر خضره، شويه ديال الزيتون، البصله، قزبر ومعدنوس. انا هنا ما درتش الثومه، الا بغيتو ديروها ديروها صافي بحال هكا. غادي نزيد عليها شويه من صوص الطماطم، وغادي نزيد حبه ديال البيض. غادي نزيد دابا التوابل، الملحه، شويه ديال الحار، شويه ديال التحميره، الكمون والابزار صافي. نخلطوا هاد المكونات مزيان ونحطوهم هنا. على هاد الشكل، وغادي نطوي عليها العجين وندهنو بشويه ديال الزبده. انا هنا الزبده عندي شويه جمدات، ونطوي عليها الطرف الثاني بهذه الطريقه. نقطع الطريفات شويه لانهم جاو خارجين. صافي بحال هكا، كنضغطو شي شويه من الجناب ونأخذ اللاطه اللي كتدخل من الفرن، درت فيها هنا واحد الورق وغادي نحطها. نديرو شويه ديال الزبده من الفوق. من بعد ما دهنتها دابا غادي ندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل على نار مجهده، مشعل فوق ولتحت حتى تطيب وتحمر، ونرجعو مع الشكل النهائي. هادي المسمنة الاولى خرجتها من الفران، شوفوا كيفاش كي نقطع ليكم باش تشوفوا، كيجي مقرمش. شوفوا كيفاش كيجي هذيك العمارة لداخل، وكيجي مورق ولذيذ رائع جدا. ضروري تجربوه وتردوا عليا كيفاش جاكم. شوفوا هذوك الوريقات كيفاش كيجيو، وكنأكد انكم تستعملوا الزبده ديال العبار او الزبده سبيسيال، تكون النوعيه جيده بحال ما يجيكمش مسمن فيه واحد الريحه ما مزياناش. المهم هذا هما مسمنات، نتمنى يكونوا عجبوكم. تقدروا طيبوهم في المقلاة الا ما بغيتوش طيبوهم في الفران، لكن انا كنفضل هكا في الفران، كيجيو زوينين ومقرمشين.
انا باقي لي هنايا ما كملتش، مازال لي 4 الحبات هنايا خاصني نكملهم. شوفوا العجينه قداش مرتاحت، كتكون مزيانه، خليوها ترتاح مزيان مزيان. هذه غير الحبه الاولى اللي طيبت، بغيت نوريها لكم. باقي جوج كاينين كيطيبوا في الفران، وهادو اللي حطيت. نتمنى يكون عجبكم، ولا عجبكم كيف العاده هذا الفيديو بارطاجيوه ووصلوه لاكبر عدد من اللايكات. انا هنا راه رشيتها بالصانوج،